وقرار الأرباح دائما في قانون الشركات يكون من صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة. طبعا احنا دائما الأرباح قدر المستطاع يتم تحويل 100% من الأرباح إلى موازنة الدولة. فالغاية إن شاء الله أنها محققة. طبعا إشكالية تكمن في شيء، وهو أن الشركات هذه، واستفدنا احنا من استقلاليتها من الحكومة، استطعنا اقتراض مبالغ كبيرة لتمويل مشاريع ما قد مولناها في تاريخ البحرين. فمعالجة هذا الشيء بقانون في رأينا قد لا يكون مناسب، أنه بيسبب لنا لغط خصوصا مع أسواق المال، يمكن يشوفونها تداخل أكثر، بكرة نجد صعوبة في تمويل المشاريع.